اليوم بدنا نحتفل مع بعض بإنهاء شابتر 9، شو رأيكم؟ بصير دكتور طول الحمد لله ما زهقتوش منه؟ كثير والله زهقنا. لا برضه بضله علم ولا لا؟ اعتقد انه طول. طبعا هو علم ما اختلفناش، بس الواحد يغير. طيب length of vertical curves، احنا قلنا انه ثلاث معلومات تلزمنا في تصميم المنحنى العمودي اللي هما الجي 1 والجي 2، تشينج والهايت للفيرتيكال بوينت اوف انترسكشن، والمعلومه الثالثه هي طول المنحنى العمودي. وكنا ان طول المنحنى العمودي مش زي الافقي، كنا مثلا اذا كان سيركولر دلتا على 180 في باي في ار، واذا كان ترانزيشن في كيوب على اي في ار، او طبعا في اعتبارين ثانيات كمان. هذا في له اعتبارات اخرى للحصول على طوله اللي هو المنحنى العمودي. في عاملين رئيسيين بياثروا في طول المنحنى العمودي، نبدا في العامل الثاني بعدين نرجع للعامل الاول. العامل الثاني اللي هو الجريد لاينز اللي هم جي 1 والجي 2. لو كانوا الجي 1 والجي 2 متساويات، يعني احنا نتكلم عن خط مستقيم، في هاي الحالة A اللي هي G2 ناقص G1 بتساوي صفر، صح؟ مظبوط. هل بلزمني منحنى عمودي في هاي الحالة؟ لا ما بلزمش، L بتساوي صفر. الآن لو كانت عندي G2 برضو موري، بس انحرفت شوي صغير، يعني هاي G1 وهي جي 2. فالـ A بتكون كبيرة ولا صغيرة في هاي الحالة؟ صغيرة. انسى الإشارة تبعت الـ A. الإشارة كلنا بتبين لك إذا كان المنحنى صمت أو ساق. بس as a value، قيمة A تعكس مقدار هذه الزاوية، اللي هي بالافق كان كنا نسميها دلتا، سايب العمودي هاي هيك هيك. اي صفر معناته الزاويه صفر، زادت اي معناته ها صار في شويه انحراف على المماسين عن بعضهم البعض. فيعني لو على سبيل المثال هاي كانت موجب 5%، وهاي موجب 3%، يعني ها صار في قيمة اللي هي 2%. فهي الحالة بلزمني من عمودي، صح؟ صحيح. بس يا ترى طويل ولا قصير؟ يدوب بلزمني شطف صغيري هنا، بس شطف صغيري هاي المنحنى العمودي. فإذا كانت A صغيرة، L شو بتكون؟ صغيرة small. طب إذا زاد الانحراف بين التو تانجنس، يعني هاي G1 هاي G2 صارت هيك، فشو صار في هاي الزاوية؟ بزيد الكار. وقيمة الاي كبرت، صح؟ يعني تبتكي عن زائد 5%، ممكن هان تحكي مثلا ناقص 4%. فصارت الاي سالب 4%، سالب 5%، سالب 9%. اطلع انت على الرقم بس مش على الاشارة. كبرت الآن لما زادت قيمة A في هاي الحالة، هل بلزم أو بكفي إن نعمل شطف صغير زي هيك مثلا من هان لهانا؟ هل بكفي هذا الحكي؟
إذا شو حيتوفر عندي، خلينا نقول هو هذا العامل راح يختلط مع العامل الأول هلا اللي مرجع له، إنه لو ما نعمل شغلة زي هيك ببطل السيارة هاي اللي هانا، المركبة هاي اللي هانا بطل فيه لمسافة رؤية تقدر تشوف السيارة اللي هانا، أو إذا كان مثلا ولد بقطع الشارع أو حجر واقع من شاحني موجود في نص الطريق، هل هاي المركبة اللي هانا تقدر تشوف هذا الخطر الموجود في الجهة الثانية؟ لا. في هاي الحالة لما زادت قيمة A شو بدي أعمل في L؟ بدي أكبرها. ما هو مش بس هذا برضو، إذا أنت عملت تقوس صغير زي هيك فكأنك عامل نصف قطر صغير. أنا لو فكرنا في المنحنى as circular، فاللي بصير إنه بزيد القوة الطاردة على المركزية، القوة الطاردة المركزية على السيارة، والسيارة ممكن تطير بالهواء وتنزل. مزبوط؟ مزبوطة. ففي هاي الحالة إيش لازم أعمل؟ نسطح المنحنى، أنا بدنا نزيد طوله. واضح؟ نعم تمام. هاي طول المنحنى صار. إذن as A increases L increases ولا decreases؟ increases. إذن تناسب طردي. هذا كان العامل الثاني. العامل الأول هو مسافة الرؤية. مسافة الرؤية على الصمت كيرفز والسنترفيوجال إيفكت على الساق كيرفز. خلينا نبدأ في السنترفيوجال إيفكت. لو كان هذا جي 1 وهذا جي 2، إذا عملنا بس منحنى يدوب يدوب صغير هنا، بعدكم هاي السيارة اللي نازلة من هان بسرعة شو بده يصير فيها هنا؟ ممكن ضلها داخلة في الأرض لأنه يعني زي واجهة. بوزة بده يخبط في الأرض وبعدين بده تقلب هيك. بوزة بخبط في الأرض وبعدين تقلب. صح؟ مزبوطة. ليش خبطت في الأرض؟ حدا منكم فكر فيها؟ طبعا انت حكيت خبطت في الأرض by sense، engineering sense هيك حكى لك، بس بدنا تعليل للحكي. شو اللي صار؟ عزم القصور الذاتي. تعرضت المركبة لقوة طاردة مركزية، هي لما دخلت منحنى نصف قطره صغير، هاي مركز المنحنى هذا، تعرضت لقوة طاردة مركزية مقدارها ام في سكويرد على ار، حيث ار صغيرة فالقوة الطاردة المركزية كبيرة، تطردها بعيدا عن المركز. طب المركز وين موجود؟ المركز موجود بالهواء، بعيدا عن الهواء يعني تضرب في الأرض. فهمتوها؟ دكتور وصلت صح. نازلة تعرضت لقوة طاردة مركزية، هذا المنحنى مركزه فوق في الهواء، تطردها بعيدا عن المركز فبتخبط في الأرض. فحتى نمنع الحكي هذا شو بدنا نسوي في المنحنى؟ بدنا نكبره. واضح؟ لما منحنى زي هيك تمشي عليه السيارة بأريحية. واضح؟ إذا للساك كيرفز في عنا الكنترولينج فاكتور هو سنترفيوجال إيفكت، بينما للصمت كيرفز، هاي صمت كيرف، الكنترولينج فاكتور هو سايد ديستانس. شو هي السايد ديستانس؟
هي المسافة اللي بيقدر السائق هذا، هيو سائق هيو قاعد في المركبة. طبعا أنا بهمني عينيه، ما بهمني لا شعراته ولا جريه، أنا بهمني عينين السائق. عينين السائق اللي هي خلينا نقول ارتفاعها عن سطح الشارع HE HI، يعني هذا السائق اللي عينيه على ارتفاع HI لازم يقدر يشوف أوبجكت هنا ارتفاعه H Object، يعني لازم يتوفر له مسافة رؤية كافية S هي side distance، بحيث انه هذا او هذه المركبة تتجنب التصادم مع هذا الأوبجكت. يعني لازم يكون عنده مسافة كافية حتى يقدر يتفاعل ياخذ حذره. شو يعني يتفاعل؟ ممكن يغير مسار المركبة إذا كان الشارع فاضي من الجهة الثانية، ممكن يحيد، بس إذا في سيارة جاية من الجهة الثانية بده يضطر يوقف. يعني لو كان أنا في عندي هنا حجر في الشارع ساقط من شاحني، أو كلب قاعد مش راضي يتحرك، موجود عندنا شغلات زي هيك ولا مش موجود؟ بلا موجود موجود. بتزمل للكلب ولا راضي يتزحزح؟ فانت لازم يكون او عندك ولد صغير، ولد صغير بيقطع في الشارع او قاعد بيلعب، لان هذا الاوبجكت اللي احنا بنحكي عنه اللي شكل عنا خطر في نوعين منه، في عنا ستيشنري وفي عنا موفينج. هلا بنحكي عن الموفينج، خلينا عن ستيشنري. ستيشنري يعني زمر له على الفاضي، حجر اذا موجود في الجهه الثانيه اذا زمرت له ببعيد لا، والكلب اللي مش راضي يتحرك، طالما مش راضي يتحرك فهو ستيشنري. ستيشنري يعني ثابت غير متحرك. فأنا هذا الأوبجكت اللي هو على ارتفاع O HO عن سطح الشارع، لازم أنا يلي قاعد في سيارتي على ارتفاع HI عيني لازم أقدر أشوفه وأقدر أتفاعل إذا أحوجت أوقف السيارة بدون ما إني أصطدم مع هذا الأوبجكت. يعني ما عندي مشكلة أنا إني أوقف السيارة ما أسمع الأوبجكت. هاي السيارة تبعتي، ما عندي مشكلة أنا إني أنا أوقف مماس مع الأوبجكت، بس ما أدفش في الأوبجكت، لأنه دفشته معناته حادث. فهذه المسافة لازم تتوفر لك من هان لهان عشان تقدر تتفاعل مع الحدث، تسمى side distance. ما عم دكتور الآن هلأ بنرجع لك قديش تسوي، بس شغلوا لي السنس تبعكم. انا اذا بدي اصمم بصمم يعني هذا سائق قاعد في مركبي على ارتفاع HI عينه، هل اصمم على قزم قاعد في مركب صغيري ولا على انسان طويل قاعد في باص او في شاحن عالي؟ شاحن عالي طبعا. كيف؟ شاحن عالي. مين حكى؟ باخذ دكتور. انا لا باخذ القزم. اختار اشي يناسب الكل. يناسب الطرفين. الان اللي قاعد في مركبة عالي. بقدر يشوف. عملاق. اللي قاعد في مركبة عالي. هو شايف الدنيا كلياتها، هذا ما فيش عنده مشكلة. دكتور فكرت عن الطرف الثاني اللي هو القزم ولا الشاحن؟ لا أنا بحكي هنا. اللي على الشمال، القزم تمام. ما هو هذا ممكن يكون حجر، أنا ماله. مظبوط. هاي المركبة هي نفس هذه. المركبة هي نفس هذه، اللي بالأحمر هي نفس هاي اللي هنا. بس صارت.
الآن العملاق اللي قاعد في شاحنة ما عنده مشكلة، شايف هذا مكاشف الدنيا كلياتها. المشكلة اللي قاعد في سيارة صغيرة، لا إذا بدأ أصمم على قزم قاعد في مركبة صغيرة هذا التصميم له مكلف، هذا بدي أعمل له فلات شبه فلات كيرف، يعني ممكن اضطر أعمل له منحنى، يعني عفوا الرسم مش عزبط معي هيك بالشكل، يعني شبه فلات عشان يقدر يشوف. مش راح يزبط معي الرسم عادلة، يعني أنا بدي أعمل له جرف وما إلى ذلك وهذا مكلف. فرحم الله امرأة عرف قدره نفسه هذا القزم اللي قاعد سيارة صغيرة يتمهل سوق على راحته، ما يسرع، إن شاف أوبجكت تقدر يوقف بسرعة. فإحنا عادة بنصمم على إشي وسطي. فعملوا سيرفي للسيارات الموجودة وحسب ارتفاع الإنسان، واعتمدت قيمة للـ HI مقدارها متر وخمسة سنتي. لأن ماذا عن الـHO؟ إذا كان في عندي حجر على ارتفاع، يعني ارتفاعه خمسة سنتي، هل يشكل خطر على المركبة هذا؟ لا لا، السيارة بتمشي من فوقية. طب عشرة سنتي ممكن، يعني معظم السيارات ارتفاعها أكثر من 10 سنتي عن الشارع، بينما لو قلت لي 15 سنتي بقول لك في سيارات واطية. فعشان هيك بناخذ الكريتيكال هايت للأوبجكت هنا 15 سنتي في التصميم. اوكي، طبعا هذا موضوع بتاخذوه انتم في المواصلات، يعني بس هو حلقة وصل بين موضوعنا وبين المواصلات. الآن أنت قاعد في المركبة هنا وشفت الأوبجكت اللي هنا اللي هو ممكن يشكل خطر، قديش بلزمك مسافة رؤية عشان تقدر توقف المركبة بدون ما إنك تصطدم فيه؟ تصطدم. أولا أنت ماشي بسرعة V، شفت الأوبجكت، عينك شافت، الآن بدها تبعت إشارة لمين؟ الدماغ. للدماغ عشان حلل المعلومة، هل هذا الأوبجكت يشكل خطر ولا لا؟ إذا يشكل خطر الدماغ بده يبعت معلومة لمين؟ الرجل تدعس بريك. الرجل شيل عن الديزل أو البنزين وروح على البريك. في هاي الأثناء السيارة واقفة ولا ماشي؟ ماشي ماشي. وجد طبعا بسيرفي عملوها، عملوا دراسة، وجد انه ما بين ما انت تشوف الأوبجكت وتاخذ قرار واجرك تكون على البريك لسه ما دعست ينقضي 2.5 seconds، ثانيتين ونص قبل ما انك تبدأ تدعس بريك. هذا الوقت المنقضي يطلق عليه اسم perception reaction time. perception الإدراك، ردة الفعل، reaction ردة الفعل انه اجرك تحول من ديزل او البنزين للبريك. الوقت المنقضي هذا يسموه perception reaction time ومقداره 2.5 seconds. فلو السيارة ماشي بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، حولها لمتر بير سكند بيطلع عندك 25 متر بير سكند في ثانيتين ونص، فأنت بتمشي 62 متر ونص وانت لسه مش داعس بريك. كارثي. ده مش كارثي، هذا الحاكي بناخده بالتصميم، يعني القصد انه اذا الأوبجكت قريب مثلا. لا، ما هو احنا كل شيء بده يكون متناسق مع بعضه، السرعه، مسافه الرؤيه، كلهم باكج واحد. هلا بنشوف.
الآن بدينا ندعس بريك، كديش بلزمك كمان مسافي؟ بلزمنا V squared على 2 G في F plus I. إذن هذه هي مسافة الرؤية الكلية اللي بتلزمنا. V في T اللي هي هذه الإدراك والتحقق وردة الفعل، اللي هو 2.5 في السرعة. بعدين حتى توقف السيارة للصفر، سرعة صفر، بيلزمك كمان مسافة إضافية مقدارها V squared على 2 G في F plus I. F G gravity. F معامل الاحتكاك بين العجال الشارع والشارع. Coefficient of friction. وI ميل الشارع. فإذا كان معامل الاحتكاك عالي والعجال جديدة، بسرعة بتكرفج وبتمسك بالشارع. صح؟ ساعتها بيلزمني مسافة أقل، لأنه F كبيرة وهي موجودة في المقام فبصغر هذا. بينما لو عجال ماسحة ده مسافة أكبر، ساعتها F تكون صغيرة فبيكبر هذا الجزء. ونفس الشيء بالنسبة للآي، إذا كنا طالعين إذا بتكون الميل كبير ما بتدعس بريك ولا السيارة واقفة. صح؟ صح. لو كنت نازل ودعست بريك السيارة بتزحلق معك لسه، تأخذ مسافة أطول. إذا كانت I، إذا كنا نازلين I بتكون سالبي، فشو بصير بهذا المقدار؟ بصغر أكثر وأكثر فبزيد هذا المقدار. واضح شباب؟ واضح. الآن لو كان عندي هذا الوضع، هاي جي 1 وهاي جي 2، هل منحنى صغير هيك مادرتين على الرسم هذا المنحنى الصغير هل بيوفر لي مسافة رؤية كافية؟ لا. إذن حتى توفر مسافة رؤية كافية شو بدك تعمل بطول المنحنى؟ نزيده. إذن التناسب بين مسافة الرؤية وطول المنحنى طردي ولا عكسي؟ طردي. طردي. إذن طول المنحنى يتناسب طرديا مع مسافة الرؤية ومع الاي اللي حكينا عنها في الأول. لأن هدول جمعوهم في معادلات هلأ بحكي عنهم، بس قبل ما أحكي عنهم خلينا نحكي عن نوع ثاني من side distance. side distance نوعين يا شباب، نوع بسموه stopping ونوع بسموه passing، تجاوز أو overtake بعض الكتب تسميها. مسافة توقف، مسافة تجاوز. هاي اللي شرحنا عنها هي مسافة توقف، انك انت تشوف اوبجكت خطر وخلاص اخذت قرار بدك توقف السيارة. طب ومسافة التجاوز شو هي؟ مسافة التجاوز شباب هي يكون عندك هذا الشارع مسربين، هذا رايح وهذا جاي أيهم. لأن عندنا مركبي ماشي وراء شاحنة، فهي المركبة بدها تتجاوز عن الشاحنة.
قديش لازم يتوفر مسافة رؤية لهاي المركبة عشان تقدر تتجاوز بسلام؟ مسافة رؤية لتجاوز، شوفوا قديش بالزمن. بلزمها ضعف مسافة التوقف اللي شرحناها قبل شوي في حالة كون الأوبجكت اللي أنا شايفه ارتفاعه زي ارتفاعي. الأوبجكت أنا بطل يصير 15 سنتي. هذا السائق بده يشوف مركبة زيه زيها، يعني هو ارتفاع عينه متر 5 سنتي، هذه متر 5 سنتي، نفس الشيء أنا شايفه وهو شايفني. فأنا حتى أقدر أتجاوز بأمان وارجع لمكاني، يعني هذا هو الكريتيكال، نرجع أنا هنا لمكاني، وهذا يكون هيك، يعني ما نضرب ببعض. فأنا بلزمني مسافة من هان لهان، بلزمني مسافة تساوي ضعف مسافة التوقف في حال كون الأوبجكت اللي أنا شايفه ارتفاعه متر 5 سنتي وليس 15 سنتي. ليش؟ لأنه في أسوأ الظروف افرض أنه أنا بديت أتجاوز وما قدرت أتمم عملية التجاوز، فبدي أوقف السيارة، أنا بدي أوقف والكبالي بدي أوقف مشان ما نضرب ببعض. فأنا بلزمني إس وهو بلزمه إس، فبلزمنا اثنين إس، لأن أنا ماشي هيك وهو ماشي هيك. فأنا بلزمني إس وهو بلزمني، أنا بلزمني إس عشان أوقف وهو بلزمه إس عشان يوقف، في حالة كون الأوبجكت زي ما حكيت إنه ليس أوبجكت صغير وإنما هو أوبجكت زيه زيه. هذه يسموها مسافة التجاوز، مسافة التوقف للتجاوز، أو هي يعني مسافة التجاوز، خلينا نقول passing side distance. فهمتوها يا شباب؟ دكتور هم الاثنين لازم يكون نفس السرعة صح؟ يعني إحنا بنشتغل على سرعة تصميمية، هلا واحد مخالف واحد مش مخالف، يعني انت عاده احنا بناخذ فاكتور اوف سيفتي، واضح حكي بتاخذوه في المواصلات، بس انت ما بتقدر تشتغل على كل سائق قد ايش سرعته. في النهايه بدك تاخذ سرعه تصميميه وتعطيها فاكتور اوف سيفتي وبس، اكثر من هيك ما بتقدر تعمل. مفهوم يا شباب؟ دكتور وصلت. الان الكودز المختلفه اجمعت هالفاكتورز هذه اللي هي الاي وليس بمعادلات، ومنهم عملوا تشارتس، ومن خلال المعادلات صار بإمكانك تجيب كديش طول المنحنى العمودي اللازم لتحقيق الظروف هذه. وعلى سبيل المثال عندك الأشتو، أشتو اختصار إيش؟ American Association of State Highway and Transportation Officials. دكتور هذا جدول أخذناه بالسويل ميكانيك، أخذتوه في السيجريجيشن أناليزيس أجريجيتس وشغلات هاي. أخذناه ستيف أناليسيس، ستيف أناليسيس صح؟ صح. وما دول لهم مواصفات تربي ولهم مواصفات في المواصلات وما إلى ذلك. في ستيف أناليسيس ما كان هيك اسمه، كان اسمه اللي هو ماتيريالز أند تيستس أم تي آخره. لا لا لا، هذه المؤسسة اللي تاعت المواصفات، المؤسسة الأمريكية للمواصفات عشان نقدر نحدد نوع الشغلات، يعني نوع التربة مثلا أو نوع الأجريجيت. على كل حال هذه مؤسسة American Association، جمعية أمريكية، State Highway and Transportation Officials، هذول حطوا المعايير اللي من خلالها بنقدر نحسب شغلات مختلفة، من ضمنها مثلا طول المنحنى العمودي. لأن المنحنى العمودي ممكن يأخذ شكل صمد أو ساق، ففينا معادلتين للصمد، فينا معادلتين للساق، والثنتين
في الحالتين اللي هو حالة لما يكون S أقل من L أو S أكبر من L. كيف يعني S أقل من L و S أكبر من L؟ يعني خذ هاي الحالتين اللي عندنا هدول خلينا نكبر. مركبة موجودة هنا يعني كاشفة، يعني هاي مسافة الرؤية تلزم بس. عفوا هو مش مرسومين صح هم هذول، لانه المنحنى اللي عندي هي من هنا لها، يعني انا مبين عندي المنحنى كانه من هنا لا، يعني نقول حتى النقطة غير المنحنى. فالمركب اللي موجودة هنا ما عنديش وسيلة أرسم لكم مركبة موازية للشارع بالضبط. هاي المركبة في هذا الوضع تبعها تستطيع أن تشوف مسافة طويلة لعند هنا، بينما المنحنى العمودي عندي هي وين. فهذه إس أكبر من إل ولا أقل من إل هنا؟ أكبر من L؟ أكبر، بينما هاي المركبة اللي هنا هاي المركبة بلزمها مسافة الرؤية هاي. طبعا مسافة الرؤية عادة تأخذ مماسي مع سطح الشارع، لأنه تقاطعت مع سطح الشارع بتبطل تشوف، فهذا بده يقدر يشوف الأوبجكت اللي موجود هنا. فهنا عندك طول المنحنى هي من هنا لهنا، بينما السايد ديستنس هي من هنا لهنا. في هاي الحالة إس أقل من إل، في هاي الحالة إس أكبر من إل، صح؟ في عندي حالات إس أقل من إل وإس أكبر من إل. لأن في عنا معادلة لما S أقل من L وفي عنا معادلة لما S أكبر من L. هذه معادلات طبعا مطلوب إنك تعرف تطبق عليها، يعني إحنا تعليم للأسف الشديد الكتب بين إيديكم، لو كان التعليم مجاهي والامتحان كلوست بوك ما كنت شرح أطلبكم تحفظوها بس تعرفوا تستعملوها. فإذا S أقل من L، L بتكون هالكدي، وتطلع التناسب بين L و S أو A طردي ولا عكسي؟ طردي مبين. وفي حالة S أكبر من L برضو L بتساوي هالكدي. في هاي الحالة التناسب بين L و A طردي ولا عكسي؟ تغلطوش عكسي. ماني بحكي تغلطوش يا محمد. طردي دكتور، طردي برضو طردي. ليش؟ لأنه إذا هاي زادت هذا بقل، فإحنا بنطرح كمية قليلة من هذا فهذا بزيد. بالضبط. فهمتها؟ جي 2 ناقص جي 1 والاتش 1.05 meters والاتش او 1.15 meters for stopping side distance 1.05 meters for passing زي ما حكيت قبل شوي. ونفس الشيء في مادتين للسائد. خلينا ناخذ مثال عشان نقدر نفهم الحكي. For the following grades جي 1 1 ل 50 جي 2 ناقص 1 ل 75 هو المثال اللي اخذناه سابقا. What length of vertical curve is required if two points 1.05 meters above the road level and 200 meters apart are to be intervisible. شو بيقول السؤال؟ بيقول شو طول المنحنى العمودي اللازم حتى يكون عندنا نقطتين على ارتفاع متر 5 سم يقدروا يشوفوا بعض على مسافة 200 متر؟ اذا بنحكي عن passing ولا stopping احنا؟ stopping. ليش؟ بحكي نقطتين على بعد 200 متر لازم يشوفوا بعض. passing intervisible لازم يشوفوا بعض. بنحكي عن passing ولا stopping؟ passing. طيب والpassing side distance قديش طولها؟
200 متر. ما انا بقول لك لازم يشوفوا بعض على بعد 200 متر. والاتش اي والاتش او نفس الشيء، هنا متر 5 سم. طب المنحنى صمت ولا ساق؟ جي 1 زائد 1 ل 50، جي 2 ناقص 1 ل 75. صمت. صمت. اذا احنا بنستخدم احد المعادلتين هذول صح؟ مظبوط. كويس. يلا هاي الجي 1 وهي الجي 2. منها ايه بتطلع ناقص 0.0333. ليس 200 متر. والكيرف الصمت. نبدا الفرضيه الاولى هذه. القديش بدنا نشوف نبدا فرضيه اس اقل من ال. ال بتساوي الاي معروف والاس معروف ولا تشي ولا تشو نفس الشيء، بيطلع لنا 158.73. طبعا فرضيتنا اس اللي هي 200 يعني. اقل من ال. طب ال طلعت 158، اذا هل فرضيتنا هذه صح؟ الثاني هذه الفرضيه خاطئه. قلنا فرضية ثانية. شوف الفرضية الثانية. اس اكبر من ال. ال بتساوي 2s ناقص الحكي هذا او بيطلع لنا 148 متر. مظبوط، الاس اللي هي 200 اكبر من 148. فاذا ال بتساوي 148 متر. الان لو استخدمنا 145 بصير؟ على اساس انه احنا بنستخدم المضاعفات الخمسة بصير؟ نوعا ما بصير يعني حوالي 150. لا نوعا ما بصيرش. 145 معناته المنحنى صغير ما بيوفر لي مسافة رؤية مقدارها 200 متر. بس لو استخدمت 150 بوفر لي مسافة رؤية أكثر من 200 بشوي. أوكي سيفر، سيفتي أكثر. واضح؟ واضح. حد عنده أي سؤال؟ لا. أوكي. للأسف الشديد أدركنا الوقت، ضيع 4 دقائق، مش وقت كافي لنبدأ في تشابتر 10. فنكتفي عند هان. طبعاً عندكم في هذا التشابتر 20 سؤال مرتبين، كل سؤال يحمل فكرة جديدة. أنصحكم أنه تحلوهم كلياتهم. طبعا لاحظتوا أنه أنا بجيب من أفكار الأسئلة في الامتحان. لاحظتوا الحكي هذا ولا ما لاحظتوهوش؟ بلى نفس تقريبا. هذا الحكي حصل في الامتحان السابق وأكيد راح يحصل في القادم. فأنا بنصحكم تحلوا 20 سؤال كلياتهم. الحل يا شباب انا كنت مزود التصوير فيه في ما بكون الهندسي، بس اكيد ناس في معهم صور من الحل، فوزعوا على بعض، وصلوا لنا بعض بطريقه او باخرى. اللي مش قادر يوصل كليه ويجيب الحل ورقي، انا متاكد انه منشور في مكان هنا او هناك. يعني الحل النموذجي موجود، بس نصيحه ما تحاول بس تعمل اي ريدنج، يعني بس تقرا حل بعينك. حاول حل، امسك القلم والورقة والآلة الحاسبة، عجزت عن الحال بتشوف الحلول النموذجية، وبعد ما تشوفها لسه حاول ارجع مرة تانية حل بنفسك. طيب الامتحان ضل موعده ولا ناوي تغير ولا كيف؟ ليش نغير وخلاص؟ مش عيننا يوم الخميس ب 22 الشهر؟ قلت بجوز إذا صار إشي. لا يعني لحد الآن ما لم نسمع من الجامعة مع بدء التوقيت الصيفي ورمضان ما هو؟ أي ساعة دكتور حكيت لنا؟ 5 ولا 4؟ 5 حكينا. نازل الإعلان على الموديل على فكرة من زمان، من يوم ما حكيت لكم أنا نزلت الإعلان على الموديل. إن شاء الله. يعطيكم العافية شباب. يعطيك العافية دكتور. يا هلا بكم.